لا فاضي. السلام عليكم وصباح الخير. غنبدا لكم الفلوق هنا باش تشوفوا. هنا شوفوا شوفوا هاي صرا انا شادين الصف هنايا او معايا طارق وخالي ورايا شي وحدين. شوفوا الصف حتى لي نواصل باش تعرفوا المعاناه ديال هذا الماتش. هذا يا ربي يا ربي تكون مربوحه يا ربي. نورمالمون الناس باتوا هنايا بدات فرق مع العشرة يعني مع 12 تقريبا سالا. وهذا الجروب الثاني اللي غادي نوريكم. دونك اللي بغيت نقول لكم هذا الشيء كامل هو في هذه اللحظه اللي انا كنهضر معاكم دابا. جواد ديالنا كتب لي ميساج خويا حماده راه خليت لي كيف لوطيل ولا خوتي دابا راه تقدر تبان لكم هذه اللقطه عاديه ولكن اللي كتشوف هذه لا سيتياسيون اللي كتنور قد تضطروا ما تاخذوهاش. والمغرب والبرتغال وانا ما نكذبش عليكم باغي ندخل هذا الماتش باش نشجعوا المغرب وباش نشوف كريستيانو. كما كتشوفوا حنا لوطيل باش نمشيو نجيبوا الورقه اللي خلى لينا جو ديامير. كنشكرك اخويا. هيا اخويا كيدير لاباس؟ لقيتي الورقه ديالك؟ الحمد لله الحمد لله. والله فين المويا لقيتها؟ حنا لقينا ديالنا في شغل دري صحابنا طارق صاحبي وخالد صاحبنا مازال خليتهم الصف كيتسناو الصف من البارح. قال لي مسكين راه ولكن قرب الصف قرب ان شاء الله. هما هادشي اللي كاين اخوتي. السلام عليكم. كما كتشوفوا في هذه الاثناء غينزلوا اللعابه ديال المنتخب الله يسهل عليهم ان شاء الله. راه هو الكار الناس كيتسناو وحنا غادي للتيران مع العشره. تحيه جاخي تحيه جاخي الصروقات. شوفوا التيران بغيت غير نقول لكم باللي الناس اللي ساكنين في لوغوبا نخلي لكم واحد لابليكاسيون سميتها ستاند وايف اللي فيها بزاف ديال ليزافونتاج بما انهم انكم كتخلصوا ولا فاش كتبغي تصيفط بالعكس انت عندك واحد 10 دولار او 10 اورو اللي درتي هذا الكود برومو واش صروقات وكاينه اكثر من 1200 شابيكات بالنسبه للناس اللي استقبلوها في المغرب. و فوالا اللعيبه انترناسيونال تقدر تقراو عليها في الانترنت. و بغيت غير نقول لكم بلي خصك غير دير بيس دونتيتي ديالك ولا الباسبور ديال الدوله اللي كتعيش فيها واستافد من الخدمات ديالها. نخلي لكم لينك في الديسكريبسيون. يلا نكملوا الفلوق ديالنا كما كتشوفوا. يلا وصلنا هنايا المغاربه في الباركينغ كينزلوا. جود لاك. بنادم راه ما عندوش تيكي ها شحال واحد ما عندوش تيكي وسمحوا لي راه كيلبرد لي ما بزاف. هما الناس جايين ان شاء الله يا ربي يا ربي مرحبا ان شاء الله مربوحه. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. شروقات مرحبا مرحبا بكم ديما مغرب. اوكي كما كتشوفوا واحد اخر كاتب اي نيد تيكت ما بغيتش نصوره. اي هوب جود لاك فور يو برادر. You will give him a ticket. صح ولكن راه كاين بزاف ديال المغاربه محتاجين. صح اذا عندنا زياده غنعطيهم. شكرا بزاف شكرا بزاف. تحيه لكم. اكيد غادي نسوقوا لك بلادنا على البرنامج. برافو عليكم. وهذا الشيء اللي كاين هذا الفكر ديالي وسمحوا لي. لا عاد الله يحفظكم. قلتها سبونطاني. شري تيكي وما لقاش. هاو حنا ولاد باغي عندنا فلوس جايبينهم معنا. مي مشكل راه كنقول لهم راه ما كاينش كيفاش شري تيكي وانت يلاه جيتي كانوا كيفرقوا في ملعب الجنوب. صح صح هذا هذا هو اللي كاين. المهم اي هوب جود لك فور يا خويا. ان شاء الله ما عرفتش نقول بالعربيه نقولها بالفرنسي. كنضحك والله عزيز خويا حد سعيد الله يحفظك. تحياتي لكم الدراري. بنادم باغي يشري بي باش ما كان وما لاقاش مشكل كبيره والله العظيم. هما باقي كيتسناو. دونك حنايا غادي نحاولوا نمشيو دابا نافونسيو لقدام باش نحاولوا ندخلوا. هذا الشيء اللي كاين. فيرست بورتوغيز بيبل اي ميت. We come here to support for Rondo for Portugal. Yes, so are you from? We from Vietnam. Vietnam. Welcome. Yeah. But we will win. غير باش تدخل الباب الاول اللي قبل ان شاء الله يا ربي. شوف غير ماشي غتدخل للستاد ولا غتدخل غير باش تمشي لو بون اللي غنوريه لكم باش تمشيو للستاد خاصك توريهم التيكي. كاين بزاف ديال البوليس هنايا ملي غنقطعو غنصور لكم لهنا. باش تدخل اول باب خاصك توريهم التيكي باش تقدر تدخل. خويا هاي التيكيت المغرب البرتغال ما قاريش الروينة والروينة ما غاديش انا تنشوفك كدور في قطر تلقاه غادي. قول لي اخر دقيقة تسعين دبرتي التيكيت. والله الا دقيقة تسعين تشتي بعيني خديته هنا هنا خديته يا الله بصوت. والله ولكن شوف النية 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 خلينا نديرها مع البرتغال. النية ان شاء الله اشير انا جا كويشن بليز. Do you like Cristiano or not? Yes, I love. You want him to play or not? Yes, of course. Okay, just question. Thank you. دابا بغيت نعرف بغير واش باغين كريستيانو يلعب ولا لا. سؤال باليد ولكن كان خصني نتاكد لحقاش كنقول قسمه المدرب ما بغاش يلعب. شوف الناس اللي كيتسناو ما عندهمش التيكي
وهم حابسينهم هنايا تقريبا حضرت شو لي زالجيريان حاضرين ها يلا بالي الدراب ها تقريبا حضرت لكاع الماتشات ديال المغرب هاد الماتش هذا صعيب لا فليتيكي صعيب تاكلو اورغانيزاسيون السلام عليكم صعيب بزاف دابا انا وصلنا ما دخل الجمهور حتى ندخلوا لداخل ونبارطاجيو معكم احنا دخلنا دابا وين تحت غنصور لكم مزيان الجيران باقي خاوي والناس باقيين برا كنتمنى انهم يخليهم يدخلوا فابور في الدوزيام ميطو ان شاء الله ولا غير في البدايه ديال الماتش خليها ميطو البلاصه اللي جالسنا نعاس كما كتشوفوا دوزيام ميطو ان شاء الله البلاصه ديالنا كيف ما ديما ضروري نمشيو باش نشجعوا 90 دقيقه قدامي بغى يضرب قدامي بغى يتبوحر والله يجي قدام معلم حاتيمي عطي المو معلم
وبكايا وبرتغالا تبكايا برا. كانوا ديجا ميطون سي لهاد الشيء دابا كيف ما كتشوفوا باش باغي نمشي لهير ما تخيش بهاد البلاصه بلاصه الربح اللي راه غتشوفوها الا بقيت هنا قريب من الجوار انا معاك. ديجا ميطون بدات فهاد اللحظه هادي الدراري هما كيسخنوا نوريهم لكم من بعد ان شاء الله نكملوا المقابله ديالنا. يا رب يكون هذا بيجي ان شاء الله يا رب. لحظة غيدخل أشرف داري لحظة خرج سايس ودخل أشرف داري يقتلونا دابا قد الله قد لحظة غيدخل بانور قدر بانور غيدخل أشرف داري كورنين دابا كورنين وكيطالبوا بالبيلانتي في الدقيقة 86 قال لهم كورنين قال لهم كورنين
تيون قول قال قلبي غير يسكت والله يتقلب غير يسكت. سال الوقت سال الوقت سال الوقت بهذه الفرحه ما تخيل بهذه الاجواء ولكن غادي نقول لكم غادي نسالي هنايا تهلاو لي خويا على حفظك والله يتمشى الصوت مو بغيت نقول لكم فلوق تاع لهنايا نتمنى يعجبكم طلعوا فلوق جاي اخوتي تحيه لكم والسلام عليكم.